صح يعني شباب نبدأ واحد واحد ولا؟ واحد. طيب حلو نبدأ عندك يا خالد أول شيء بأنك تحاول تجيب أكثر عدد ممكن في العمر. الله يعطيك العافية. هذه صغيرة واجد يا ولد. صغيرة. صغيرة. وين الكبار؟ خبرها كبار. عندك هذه كبيرة. شوف هي تعتمد على التركيز والحماس. التركيز. عندك التركيز كيف؟ أوه. صفر صفر يعني ما في تركيز. طيب اشروها بس سعد عموني بشغلنا النغمة مع بداية الشارة بتبدأ. خالد خالد وين؟ خالد تعال هنا. لا هنا مكان. لا لا هنا مكان. والله مرتاح هنا. لا لا هنا والله. والله اني مرتاح والله هنا عشان ما يجي خصم فريدي. مرحبا. طيب عموني خليك بالنص عشان جاهز الشارة معنا. اي واحدة عادي ولا اي واحدة؟ يا هذه يا هذه. يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ يا خالد. وين يا فريقه؟ وين الحمار؟ هذه ان شاء الله. هذه يمدي ولا ما يمدي؟ تسوينها يا اخي. لازم في محاولة ثانية يعني. انت لازم محاولة ثانية يا ملهد. محاولة ثانية؟ اول مرة هذه تسخين. يعني هذه هذه تسخين بس. هذه ها؟ طيب انت ها دخلت واحدة. اقول لك شيء، انت بداية الفقرة علنت التحدي مع احمد مشعان وتحديته. حلو؟ لا حول. يعني انت جاهز لاي تحدي بكل موضوع. يلا ها خلينا مشعان. يلا روح تفضل. يا شباب اقسم بالله اني احيي الفريق الاصفر و الكل متكافئ من الفريق الاصفر. يا ختام متسابق سلمان. سلمان يصير ختام متسابق؟ لا 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 مو على كيفك. ما يصير. لا مو على كيفه. وش اللي يختار متسابق؟ لا ما يختار ما يختار ممنوع. تقدر تبي تشوش عليه شوش. لا ما يصير. نبدا الان مع الفريق الاصفر. يلا يا عمري. لا ما يا رجال ما راح يفوز اعرف. هدي هدي عادي عادي ركز ركز. انت فايز انت فايز. اشرب العوام اشرب العوام. جولة كانت سريعة. حلو الفريق الأصفر كالعادة أثبت قوته. ألف مبروك الفريق الأصفر. أحمد بدون تصريحات بدون بلبلة. لا ميدان احنا كلام. الله يطول عمرك يا ولد. أثبت قوة الميدان. أثبت قوة الميدان. أحمد ما أنت بشاعر صح؟ لا حافظ مشيت. قدم غشاش فريقك. اضربنا يا خالد الميدان. حنا نحب البوز بالقوه. اضربنا يا خالد الميدان. حنا نحب البوز بالقوه. حتى نحب البوز بالقوه. اضربنا يا خالد الميدان. حنا نحب البوز بالقوه. ألف مبروك الفريق الأصفر فازوا معنا في الجولة الثانية واللي كانت جولة سريعة. خالد الزايد من يوم بدأت الفقرة هو يتوعد أحمد العصيبي. خالد في النهاية.